تخيل ان من الساعة 4 الروتي مخلص. ما دريت انا. الساعة 4 العصر اليوم ومحبوب الجماهير اللي متصدر المشهد روتي سليس والروتي رول مخلص من المخابز. يا ترى ليش وشنو البديل وش صاير؟ السلام عليكم. السلام. يا تدور روتي؟ اي والله بس ما في خلص. شنو علاقة ان الروتي يخلص دائما ليلة العودة اليهال للمدارس؟ لان ازي شكل الجهال ياكلون روتي يجبن. اوكي. فيستخدمون ازي شي في حق المدارس الروتي. عتر انت من الساعة كم مخلص الروتي؟ الساعة كم؟ من الساعة 4، الساعة كم عندك الحين؟ اوه الساعة 7 تقريبا كان بيجي لها 7. الناس كلهم مرة واحدة في نفس الوقت ياخذون. كلهم اي. كل الناس ياخذون عشان يسوون سليسات، يسوون سندويشات حق الجار. انا باخذ عشان بسوي لي همبرجر. ما حصلت. توهقت الحين ما وش سليس ولا روتي. انا بروح مع الثاني بشوف. ما حصل. والله للاسف جيت متاخر. انزين. توها الساعة 5:30. ايش نسوي بقى الزحمة الناس كلها اخذت حقتها. يعني باخذ 2 باكيت 3 باكيت على اساس الدنيا مش يوم ويوم اني بخزن عندي في الفريزر بطلع بس. الأولاد يأخذوا السندوتشات معهم الصبح. أتوقع مع بداية المدرسة أن الناس جاية تشتري روتي وكذي حق الجهال وهاي يجهزون حق وجبات الأطفال. يعني عادة أن يجهزون الأمهات حق عيالهم كذي. إي يعني هو كربوهيدرات بس أن الأمهات تعودوا يمكن أن يجهزون الأطفال هذه الوجبة. يعني أن شيء سهل بسيط ويلا جاهز الروتي. إي سريع خفيف يلا.